ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد خريستو كافاليس رئيس الجالية اليونانية في القاهرة. سيد خريستو، بعد التحية، يعني لقاءات عدة لم تظهر فيها فقط التوافق الدبلوماسي والسياسي في الكثير من الملفات، ولكن أيضا كان هناك مظاهر ود وتقارب حتى بين زعماء الدول الثلاث. بصفتك رئيس الجالية اليونانية في القاهرة، كيف ترى هذا التقارب والمودة ما بين زعماء الدول الثلاث، وكيف ينعكس هذا في تأصيل وتأطير وجود الجالية اليونانية في القاهرة؟ الانعكاس طبعا ايجابي جدا لنا جميعا، سواء لانه بنعتبر ان وطننا الاول او الثاني، ما فيش ترتيب بالنسبه لنا من اليونان او مصر، من وطننا الاول والثاني بالنسبه لنا الوطن. احنا من الناس القليلين اللي عندنا اثنين يعني وطنين بنحبهم قد بعض. فطبعا لما بنشوف كمان القيادات السياسيه على وئام فكري وعملي، انا هحط تحتيها خطين، عملي المقابلات، 6 مقابلات في فتره قليله جدا، ده معناه ان في اجنده وفي متابعه للاشياء اللي بتحصل، وفي ضغط على الجهات كلها لتنفيذ الرؤيه السياسيه اللي هي اعتقد فريده من نوعها. ويمكن على مدار التاريخ كلنا عارفين مقوله لورد كرومر ان في اي طوبه في مصر ارفعها بلاقي تحتيها حد يوناني. المره الوحيده اللي حاسين ان احنا بنجري ورا القيادات السياسيه في التلاحم ده هي الفتره اللي احنا بنعيشها في مصر وفي اليونان دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا السيد خريستو كافاليس رئيس الجاليه اليونانيه بالقاهره، شكرا جزيلا.